بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمة ربي علي ونفعنا بعلمه في الدارين: غزوات بني قينقاع وبني النضير وقريظة وما وقع من الأنصار في ذلك. وصدح قلاء يهوديد ومقالة المدينة نبي قال دقنا عليه السلام لوغونا يميد لبضنا نبي عليه السلام وكسو قاري غزوات كي كدعي إيا وما وقع وحي كدعي من الأنصار أنصار في ذلك غزوات كس باب كيدي ويان. أخرج ابن إسحاق بإسناد جيد بإسناد حسن أخرج ابن إسحاق بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا مركو النبي قريش وجبيي يوم بدر مالك بدر مركو النبي عليه الصلاة والله والسلام هو قريش جبيي جمع يهود يهود بجمعية في سوق بني قينقاع قينقاع قال هذا السوق هذه بسوق ياري. فقال نبي حويري: يا يهود أسلموا إسكا إسلام يهودي قبل أن يصيبكم أنتم إذن كردعين ما أصاب قريشا يوم بدر بدر وحي كردع قريش إذن كردعين إسكا إسلاما. فقالوا حيرا إنهم يهود باتر قريش وحي أهين إنهم كانوا لا يعرفون القتال قريش دقال ما أقولن ولو قاتلتنا أنك يهود هذا دقال نلقر إلى هيد لعرفت أن الرجال إن رقنا هاي أي هذا أرك إلى هيد. فأنزل الله تعالى ألا وحسود جيي قل للذين كفروا وحد كتر هذا النبي هو شرف تركوي قالوا بي ستغلبون والذين جبين دونا سلم بين النقطين إلى قوله لأولي الألباب كذا في فتح الباري وأخرجه نعم لأولي الأبصار كذا نعم جزاك الله إلى قوله تعالى لأولي الأبصار قل للذين كفروا ستغلبون إلى قوله لأولي الأبصار كذا في فتح الباري. وأخرجه أيضا أبو داود من طريق ابن إسحاق بمعنى وفي حديثه قالوا يا محمد يهودي بايري قلت النبي هذا الكهر كيري لا يغرنك أيين كدق من نفسك نفت هذا أنك قتلت نفرا من قريش دور نن أو قريش إن أدي شيء وحبها كدق من كانوا قريش وحيهين أغمارا ضد بلا خبرها ولا يعرفون القتال الدجال أنجرنهن إنك لو قاتلتنا هددنا الدجال لم يلهيد لعرفت أن نحن الناس إن ضد أنك أنهي بدوجان لهيد وأنك أذقنا لم تلق مثلنا أنك وكلوريجي إن هذا لك كل من بعد أرك لهيد لكن برب بوجاندهم بهيد الحكر دعوان أرك دونا. وعند ابن جرير كما في التفسير لابن كثير عن الزهري قال حر لما انهزم أهل بدر بدر مركي أي جبان قريش قال المسلمون مسلمين تبكور لأوليائهم دتكي بهوذاك أهايين من اليهود يهودها أي عنصارك لهايين حلفذا يهايين أسلموا يهودي إسك إسلاما قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر والبدر وقال أنت كل إنسك إسلاما. فقال مالك بن الصيف أياير أو يهوديها سيدة موقتة أغركم وحائذ دقي أن أصبتم صحابة إن أذكر أنتين رهطا جماعات من قريش قريشها رهط قاسوا لا علم لهم وحقونها أن أولهم بالقتال دقال أما لو أسررنا هدان أنكم موجنو أنصوصرنا العزيمة قوان تان قوان لن يمانو
أن نستجمع عليكم إن إذن لدقان لنا إن إذن لدقان لنا أن نستجمع عليكم إن إذن لكلنا أن دقال إذن كوقنا هدان قوسنا لم يكن ما هنا يلكم إذن كيد وحقود أهمية لنهيسان لم يكن لكم يد أن تقاتلونا إن نقال الدقال لنتان رسلك يعليسان أقود أيالا ميسان ساس يهوديك جوابين فقال عبادة بن صامت يا رسول الله إن أوليائي تذكان حلف ذاهين من اليهود يهودها كانت شديدة أنفسهم تضو حيهين آد أو أضأذك كثيرا سلاحهم خبكوذنا وبضنا شديدة شوكتهم قوددنا آد بي أبضنايد يعني تضو حيهين دك عنسار عن لهين وأقود لها حدنا وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود إنك استحق لهين وهدي هدي أن بهوذاق لأهان لها لغايا بين وحيتر لهين لكن أبرأ إلى الله ورسوله إلهي إيه النبي قيسان بريء أغاهي من ولاية يهودا يهود قرقار كذا إيه ولي نمت كذا بريء بانكاهي رسولك إلهي ولا مولى لي أنيقو مولى مليه قرقار إيه حليف إيه بهوذاق إلا الله ورسوله إلهي إيه النبي قيسان أمبا مولى إيه قرقار ساسوي لسحابي قاسي فقال عبد الله بن أبي منافقي ونبا سنيري لكني لا أبرأ من ولاية يهود أنو يهود ولاية ذا يبه وذا قيد يقعنصار كذا بريك النقل مايو إني رجل بانه يرى منافقني لا بد لي منهم يهود لقم مارما بيئيهين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال يا أبا الحباب ومنافق كن يديسين يا أبا الحباب أرأيتك ورن الذي كي نفست به أتكب خيشي وحاتكب خيشي وحاتكب خيشي وأهم من ولاية يهود يهود ولاية ذي يقرقار كذا يبهودا كذا يقعنصار كذا أتكب خيشي على عبادة ابن الصامت أياد كقب خيشي يعني عبادة ابن الصامت ويس دي بيأسكو دي بريبك نقضي لكن أدوكو عبادة ابن الصامت بطلع في سي وعبادة ابن الصامت أو كهري إذ أذيكو كبا خيشي فهو لك أرنت أذيكو تالا يوازسك لذي يعني ونكود دينه هي ولاية اليهود فهو لك ولاية داسي ولاية دا يهود قعنصار كاوي يهود فهو لك يعني إسكها يسدونه دون عبادة ابن الصامت إسكو عبادة مايا بريب كرق دي يهود دي لكن أذي يهود هذا إسكالة جوك فقال وحير المنافقي إذن أقبلوا هذا مر إيدي سي بهوذاقي يهوديد أقبل فأنزل الله الله وحسود جي يا أيها الذين آمنوا كوي مؤمنوا بيو لا تتخذوا هيا لننا اليهود يهود إيا والنصارى أولياء قال ذا حلف إيا بهوذاق هلا قالنا ويلي هكردقنا قرقاريا هكردقنا يهود إيا النصارى مركا آيات سؤالها كو أيدا يا موقف كي عبادة ابن الصامت كنا عمبارين هيو ننك المنافق به وذا جيسس إلى قوله والله يعصمك من الناس وعند ابن ساق عن عبادة ابن صامت كما في البداية قال حيري لما حاربت مركي الدغالنت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه من كي لدغالمين تشبث وحا كدغي بأمرهم قينقاع رنتود يتلدود عبد الله بن ابي بن سلول منافقي وينابا كدغي يهوداس او وقاموا يستجدونهم يغ سكودو سو دفاعو اد بو دفاعي ومشى عباده ابن صامت با سعودي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بو سعودي وكان عباده وحوها من بني عوف ابن عوف وها له عباده وحا اسغنا من حلفهم بني قينقاع حلف غود يبهودا غودنا مثل الذي لهم من عبد الله بن ابي يعني قالوا المنافق للدفاع يسحابي جنب بهوداك بلا هين
يعني وي ديغي ولا ديغ بحجرين غان صار بلاهين marka sahabiga muxuu isagu saxmay ibada fa khala'ahum usibay bahwada gudu wilayadoodi ila allah ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa khala'ahum usibay ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa tabarra'a barina wa kanuqday yahudi inti wa qayb takra laha ya bahwadaaga ila allah iyo wa ila rasulihi ayu bari uga noqday min xilfihim xilfigoodi iyo isbahaysigoodi aw qala xuri sahabigan ya rasul allah rasulki ilaahayow anigu atawalla allah wa rasulahu wal mu'minin ilaahay iyo rasuulkiisa iyo muuminiintiisan weli ka dhigtay kuwan laakiin xuri wan ka baxay وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار قال دانا حلف قودي وانكبحي إيا وولايتهم قرقار كودي قال وحير وفيه وحان كسقنا عبادها إيا وفي عبد الله قال وحير راوي وفيه عبادة إيا وفي عبد الله منافقة وحا كسود دقي آيات كان صوت صعدا نزلت الآيات من المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض إلى قوله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون إلهي يا النبي سي مؤمنين تعدي ولي كرقتا كواس حزبك إلهي أها فإن حزب الله حزبك إلهنا هم الغالبون آيات كسوحيك سودقين عبادة ابن صامت يا منافق شانقيسي قال رحمه الله حديث بني النضير أخرج ابن مردويه بإسناد صحيح إلى معمر عن الزهري أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب كفار قريش قريش بسوقرتي إلى عبد الله بن أبي بيسو قرين إيا وغيره غير ابن أبي ومن منعدها يعبد الأوثان تتكن إسلامين مدينة جوغية قالدها أي وراق سو قرين إيا منافقاس قبل بدر بدر تنرد عنكوهر بي وراق سو قرين قريش بي وراق دوك سعوتا يهددونهم قريش بي أوهن جبتي وحين هو هنجبي ورهم مدينة منافقا يد كوحيه سي يدد كي قال ذا هم قال ذا الدقنا محي كل يهين اي مركا كوها يستانا بإيوائهم مغن قلية ذا اي افذيين يسودوين تي افذيين النبي صلى الله عليه وسلم اي واصحابه ارنتا سنة ذن كوها يستانا ننكاسا سودويسين يدد كووتو مركا تلابا نذن كقاذينا ساسي قرش سوقرتي ويتوعدونهم وينؤهن جبين محين كوهن جبين أن يغزوهم إن قريش سودولي دونتو إيادي إيا بجميع العرب عرب أرطن أيا إذن كو سودولي دونتا سببتنا وحاويان ننكا يسحبتي سودويسين مركا آد بمنافقين تو عبسدين إيادتك قارضا يميشي جوغا محار دعي فهم ابن أبي منافقي وحود دوني ومن معه وحيل السعوديبة بقتال المسلمين إن المسلمين في مدينة كساران فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم عيدا لما أوروريا ويسو بيين دقال بالديار وهاين نبقى أوي مذا فقال وحيو كير نبقى وعقل علي وحيو كير ما كادكم ورئذ مسق أحد قف بمثل ما كادتكم انت قريش اذن سكتي بابي ان يبربكين عندنا مين اذن سكن ما كادكم اذن مصر او اذن مسكن احد قف بمثل ما كادتكم قريش قريش انت اذن سكتي اذن سرتي وحيد سري بمجرو وقريش محربتا يريدون قريش وحيدون ايان ان تلقوا بأسكم بينكم انو دقالكو دحدينا كدعو ويا مسلمين تلجوكتي وانصار والريم مدينة إذن كنا ريم مدينة مباتين دقال قياس كو قاضي والريم مدينة وحسرين هياي وكا قراشين تاسر ربطا
إن مركا إسكوكين رفتان بير ربان. فلما سمعوا ذلك إنتو ذي عقل لها يددك قال لها هذه الرهمة دين مركا مقلين عقل النبي عليه السلام عرفوا الحق إنو هذا الكاسي نبي هاي وحا الله وضعي الرهمة دين لسكوبة بإنها أي أقادين فتفرقوا مركاسي كالباهين. فلما كانت وقعة بدر بدر مركا دعضي كتب كفار قريش بسوقر بعدها بعد بدر بسوقر إلى يهود بسوقر إنكم أهل الحلقة ووراق لبعض قريش سوقرتي إنكم يهودي أهل الحلقة باتهم ضد قال ضد هباتين هبا هيستان إيا والحسون لفيسي إيا ديرير ووين والديهين يتهددونهم قريش مركا وحي هديدي سي إن أي كسو دولي دونان يهودا يتهددونهم ومركا وحي ليهين هبا ليهين كان ليهين ننكا إريا وكسار مش هديك رد تلاوان ننكا قادينا. فأجمع بنو النضير خير بنو النضير بوحي قوستين على الغدر إن خيانة سميان اغتيال أي نبي كو سميان. فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي كي أصدرين فرين تنسو سعوتا وحيكو يرادين أخرج إلينا في ثلاثة من أصحابك أذي يصدح لنا الصحابة هذا النص وبح ويلقاك ثلاثة من علمائنا صدح علماء ذا يذا كم إذن ويكو قابل دونان فإن آمنوا بك هديك الرميان صدح ذا الشيخ اتبعناك وانكو راعينا مركا النبي قلنا ده هداية كد ذالي يوم ففعل سيديب السميي. فاشتمل اليهود يهود مركا وحي حدان فاشتمل اليهود الثلاثة صدح ذينينا قابلي سي النبي أيانك سهوست وحكو سوقاتين على الخناجر من ديو يتوري سوقاتين خوصي سوق الشدين. فأرسلت امرأة من بني النضير ناقري بني النضير أي إلى أخ لها ولال أي لهيد بي أصوفرتي ومن الأنصار أنصارها ومسلمها تخبره بأمر بني النضير ري بني النضير وحي قوستين بي أشيكتي ولالكيد. فأخبر أخوها ولالكيد نوحي أشيكي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إليهم انتو نسو قارين. فرجع نبي قوي سخن نقضي وصبحهم نبي قوي حكوة بريستي بالكتائب السقو انتا سو عيدا وط كتائب كيانوا انتا سو هورين يا انتا سو قطع دوضي انتا سو شعب دوضي عيدا نها. فحصرهم نبي قوي عليه السلام قاركو كقبتي يومهم مالين كاس. ثم غدا على بني قريدة هذا نبي قوي ربني قريدة كدولي ربني ندير مركو سلا حسار وقق السميي ربني قريدة كدولي. فحاصرهم يجينا وحصار ريبان قريدة فعاهدوه ريبان قريدة مركب بلن بيلا قلين إن أين وحبا يقول ريب حقود كيمين هين. فانصار فعاله النبي عليه السلام وحو اسكاق النقضي إلى بني نظير بكسو النقضي فقاتلهم لدقال لمن حتى نزلوا إلى أيالين دقال كي كل كي أدكيسين كريوايين صحابة دي أي أبا بعدك كروايين أي نزلوا على الجلاء يعني نزلوا وحي أسود دقين هشيس هشيس كمان محي على الجلاء إن لم سافريو مركا هنجبادي أي شرعي هنجبايين الهايين قراش بادلا كوران طيادان دقال هلكن مركا نقطة وحي بسكعلين كروايين صحابة دي مركا وحي أسود دقين إرهدين على الجلاء يعني قحيتان إن أي قحان أي كبحان ودنك أي هشيس كسر على قلي. وعلى أن لهم هشيس النبي عليه السلام حقود داي ما أقلت الإبل نيف جيل هركس وحالي القويس كست نيف جيل وحو قادة ديهين يعني نيف جيل وحو كو قادة أو روحو يدين قادة إلا السلاح حبك موين حبك سيقول الله ما قال إني قاتان. فاحتملوا أو ربيررتين حتى أبواب بيوتهم إلى قريها يدقنين البابدي بيخرجون هايين. فكانوا وحي يهودا سين ريبان النظير يخربون بيوتهم كوي قريوه دا ججبية بأيديهم فيهدمونها ويجبين هايين ويحملون وحي قادن هايين ما يوافقهم وحي أيدونان ومن خشبها لوحامها أها. وكان جلاؤهم وحوها قحتان كالقحية إيهرارتان كالقرر ذلك أول حشر الناس إلى الشام شام تلك حشرة الاسوك هين دونا كي أهرية ويا الشام أور جربة لغو قحيتونا مركز مركز أهرية سبيا هيد
markii dambana Umar Khattab baa iswala raaciyay. Marka u dambeysana qiyaamu saaca dadka halkaas lagu xashrin doonaa. Marka xashrigii u horreeyay ee Shaam bay taasi ahayd. وكذا أخرجه عبد بن حميد في تفسيره عن عبد الرزاق وفي ذلك رد إمام كلكم حولي وفي ذلك حديث كان حرد هي على ابن التين نكي ابن التين لأورنجري في زعمه إمام كاسي الشاقد الشاقي أنه ليس في هذه القصة حديث بإسناد قصدنا نصور دافنا ريب لنظر وحديث باكم أسوى أرور بويري لكن حديث كان الشيخ خاسر ردين هي أبو لي الشاق شدع الشاقتي هذا الكاية يريك كذا في فتح الباري حافظ بن حجر عليه رحمة الله وأخرجه أيضا أبو داود من طريق عبد الرزاق عن معمر بطوله مع زيادة وعبد الرزاق وابن منذر والبيهقي في الدلائل كما في بذل المجهود بذل المجهود وكتابه وشرحه سنن أبو داود عليه رحمة الله الشيخ زكريا فضائل العلماء كشان خلنا الشيخ يسابنا كتاب كايسكالي وانا لباتن مجلد ذكر الانسان نفتي كتابك وحكم التعليقات وانا منشور وكتابك وانا وي مكاتبت ولا غيرها عن الدر المنثور واخرج البيهقي ايضا من عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وحيري كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوها قد حاصرهم كي حصار بني نضير حتى بلغ منهم الى اي كجر حقو كل مبلغ دباتدو فأعطوه نبيك وحيسيا ما أراد منهم شرطي النبي عليه السلام مركي دنبا أقبلين مركي اسكد دفاعي كروايين فصالحهم نبيك وحوك له الشيء على أن يحقن لهم دماءهم إن ديقوا ذا الله إلاليو وين للدلين وأن يخرجهم يئن لو صار من أرضهم للكوضة لغا صاروا وأن يخرجهم إن لغا صار من أرضهم يو من ديارهم يو أوطانهم وأن يسيرهم إن لو وضوا إلى أذرعات الشام وميل سوريا كتلة هل كادقة بالير كبح مدينة أذرعات درعا نمانت لنا درعا وجعل لكل ثلاثة منهم صدح ذي قف وحكر حسية بعيرا أور وحقاض يوسقاء ويل وحلقوا عبو وأخرج أيضا عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى بني النضير أي صحابي قاوتري وأمره حامر أن يؤجلهم إنه دب أردقو في الجلاء الرريتان كثلاثة أيام يعني صدع الشوها كجورا كذا في التفسير لمن كثير وعند ابن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه محمد بن مسلم أدري أن يخرجوا من بلدي أيها النبي كبح مقال ديدا فلا تساكنوني ها إلى الدقين بعد أن هممتم انت دونتين بما هممتم به وحد دونتين وهم حي وحي دونن او من الغدر ان النبي قد دلانها عليه السلام وقد اجلتكم وقد اجلتكم وحان فرصت ان سين ان كغورتان 10 طبعا مال موت كذا في الفتح مركه طبعا كي مال مسد حيش مركه دماتي بس صحابين لو دري حديث بني قريظه اخرج الامام احمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجت يوم الخندق آيات عائشة مالك خندق بام بحي أقف الناس أنا وضدك الدب السعوداء يعني عيدا كي بح مالك عيدا كي بان دبق قريب يتري فسمعت وحان مغلب يتري وإيد الأرض قل شنقدي يعني فسمعت وحان مغلب وإيد الأرض ورائي حقيقة دماء من شنقر لكيو شنقرية يعني ضد هقول سوى سعودة فإذا أنا بسعد بن معاذ وبسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس ويلو أذيروها بلا سعودة رضي الله عنهما يحمل وحو ذي مجنه هبكيسي قالت حيتري فجلست إلى الأرض مركي رقي أركيبان أركي فريستي فمر سعد أي سوء أغمري وعليه درع من حديد درع دقالت بوتي سعد بن معاد قد خرجت منها وحاد درع دقالت صوب بحي وجود كيسا صور دافة أطرافه دينعي دي سي يعني درع دقالت أطراف تي سي يحلق قعماها وحبا مركا جود كيسا حقا كصوب بحي وصوب في إقمي فأنا أتخوف وحن كعب سنهي على أطراف سعد
saacad diray ciisa dagaalada biraha ka soo taagtaagan inay i jiidaan, iyadoo inta waddadu meedhan isaga istaagtay. Qaalat waxay tiri, wa kaana sacdun, sacd ibnu mucaad wuxuu ahaa min acdami annaasi, dadka ilaahay dadka ugu itaal weyn, wa atwalihim ugu dheer, nin dheeroo itaal weyn buu ahaa. Fa mara wuu soo maray sacad, wahuwa yartajizu asagoo gabaygan soo socda, yaquulu yaani ku geeraaraya, uuleeyahay mithlan labith qaliilan yudrik ilhayjaa u xamal, xamalku waa nin magacii buu ahaa, hayjaaguna waa dagaalka. Marka dagaalkan uu kuleeyahay in yar joog, waa nin hore hadalkii oo kale dagaalda in yar joog weyaan xamalkaaso. Ma axsana almowta idaa xaana alajal, ajashu markay timaado maxaa geerida ka fiican, dagaalkanu in yar joogo in yar soco. Wuxuuna wadaanta kuligda geeridu inay soo dhowdahay buu hadalka maqsuudkiisuna yahay. Qaalat waxay tiri, faqumtu kacay kolkan, yani qaalat waxay tiri faqumtu kolku idhaafay baan kacay. Marka faqtaxamtu xadiiqatan, meel beer ahba tiri Caaisha ayaan jiiday oon galay, meesha cabsi baa jirta, halkan 3,000 oo saxaabi baa soo wala baxay, 10,000 oo quraysh baa halkan fadhida, magaaladii waa cidla, dumarkii waa cidla, magaalada dhabarkeedina yahuud baa deganayd, reer bani quraydahan. Marka reer bani quraydah waxay sameeyeen, markii quraysh meeshii timid, nabiga heshiis bay kula jireen, magaaladii waa dumar iyo caruur keliya fadhiya, nabiga iyo saxaabadiisa quraysh baa la hor fadhiya, dhufis baa meesha qodan, ayay marka kuwan in heshiiska ka baxeen reer bani quraydah. Marka magaaladii madiina dhabarkeedina iyagaa fadhiya, xaggan hore quraysh baa ka fadhida, nabigu wuxuu sameeyey gureen waayey calayhi salaatu wasalaam maalinkaas. Marka quraysh bani quraydah iyo dumarkii iyo ciyaalkii wax kale dhex joogayna ma jiro. Marka Caaisha taqul radiyallahu ta'ala anha beertaasan isku dhex tuuray bay tiri, beertii markaan galay, fa idaa nafarun min almuslimiin, waaba jamacaad muslimiinta ka mid ah, fa idaa fiiha cumar ibn khataab wa fiihim rajulun, ayaa ka mid ahaa sabaqatun lahu tacni almighfar, wa fiihim rajul, nin baa ka mid ahaa sabaqatun lahu, yaani madax bir ku watay, waxaan koofiyadan birta ciidanku qaataan, sabaqatun lahu tacni almighfar, maghfarku manka waa koofiyad bireed, ayuu madaxa ku watay nin ka mid ahaa. Kolku meeshii cumari arkay, faqala cumar baa yiri, maa jaa bik, maxaa ku keenay? Caaisha waxay tiri, wallaahi may cumar baa ku yiri, faqala cumar maa jaa bik, maxaa ku keenay? Wallaahi innaki la jari'atun, waa dhiirantahay buu ku yiri, maxaa keligaa meesha ku wada? Wamaa yu'minuki, maxaa yani ku aamin geliyey an yakuuna balaa'un, inuu dhib weyni dhaco oo dagaal baa isku dhex gasho, maxaad ka aamintahay adigu? Yani maxaad ku hubsatay inuu dagaal meesha soconin? Aw yakuuna taxawuzun, ama meesha yani taxawuz marka waa isjirjiiriga, isumimaatin iyo carcarar, inuu baqasha meesha ay ka dhacdo, meel baqasha ay ka dhacdo oo lagu kala baqbaqdo, maxaa ku aamin geliyey waxaas oo dhan adinu hubin, maxaa meesha ku keenay? Taqul Caaisha, fama zaala yaluumuni, muuna ka zulin camar inuu icanaanto icanaanto, xataa tamanaytu ilaa aan tamaniyey anna alarda futixat saacata idin oo fadakhaltu fiiha, waxaan is iri alla ilaahay dhulka muntu ku kala jeexma maxaad dhex gashid ba cumar canaantiisi. Fa rafaca arrajulu, ninkii baa wuxuu iska qaaday assabqata koofiyad bireedii, can wajhihi fa idaa huwa Talxatu ibnu cubaydillah, waaba Talxa ibnu cubaydillah oo min alcashra ka mid ah. Marka wuxuu ka yaabay canaantii cumar, faqala yaa cumar way xaakim, innaka qad aktharta mundu alyawm, war maanta oo dhan bal canaan waday gabadha canaanta ka daa, wa ayna taxawuzu, away baqashadaad sheegaysay, kala carcararkaad sheegaysa, awul firaaru ilaa ilaa rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam, wa ayna attaxawuzu aw alfiraru, hakada aw alfiraru illa ila Allah, ka illa ila Allah, yani arar ka sheegi cabsida sheegi ma jirto illa ila Allah. Qaalat maxay tiri gabadhii iyada xaaladaasi joogto oo halka wax marayaan, wa yarmi waxa soo tuurtay sa'dan, sa'd ibn mu'ad waxa soo tuurtay ki soo agmaray, rajulun min quraishin, nin quraish kamid ahaa soo tuurtay, yuqaalu lahu ibnul ariqa, nin ibnul ariqa li hada soo toogtay, oo waqaalu xiru khudha wa ana ibnul ariqa, kulku waranki kusoo shiishay ayuu hadalkana soo raaciyay, ibn ina ariqana hay qaado. Fa asaaba, wuxuu warankii kaga dhacay,
أكحيله هلك حوج جعنت ردنك حصلك حددنا مرة متك مذوك قدعي أكحيله وحصل لذا حددنا مرة متك مذا فقطعه حددك بقوي حدد أدوين بقى فدع الله سعد سعد ومرك إلهي بريي فقال محيري اللهم لا تمتني إلى أهي وهيدير حتى تقر عيني من بني قريدة ريب بني قريدة إلى أن دهيك كقب وجنها يسوح كدعا الله إله نفتهيك قادم حالة مركة دوي كروليت سان شيغي هل كان طبان كن أو سحيبا وطبان كن أو قريش با فردي ذا نبيك يوحي لسعودي وردان قريش با لهار فردي دبر كودين بني قريدة أيا بلان تيكا بحضي مركة بلان حن وقت حن ويكبحين مركة حن ريب بني قريدة إلى أن دهيك كقب وجنها يسوح إلى وهي دين قالت محيطري قبرن عائشة وكانوا وحيها ريب بن قريدة حلفاؤه معاد كان حلفا دي سيهن بهودا جيسا إيا ومواليه قرقارياشيسا في الجاهلية مركب بهودا جبيهاين قالت وحيت عائشة فرقاء وحاقو أي كلمه داوي عيسي فرقاء وحائس قب قبصدي دي فرقاء وحائس قبصدي كلمه داوي ماشي نبر كسو قاري بائس قب قبصدي دعادي بلاك أقبالي وبعث الله الريح على المشركين قريشنا إلهي الدبايل كسوداي وكفى الله المؤمنين القتال قتال كين إلهي المؤمنين تكد القاضي وكان الله الله حاضي قويا كي حقبة عزيزا فلحق أبو سفيان إيا ومن معه باتهام أبو سفيان إيا قول ذي دي قريش وحي آذي انتهام إيا مكي أسوى نقدين ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد يونا قولا كلا عربيض وصور رعبها ين قريش كواني هلك كي مدين النجد يكون نقدين ورجعت بنو قريدة أيا إيقونا الصور نقدين بنو قريدة إمكي دي قريش صفك إذا قلي يا هلك هذي يكون صور نقدين فتحسنوا بنو قريدة وحي اسكو إلاليين في صياصيهم ديرر كودي إيا قدار ذي ووينا أيا ولهوس قلين ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأمر نبي محمد بقبة إن تندو يا خيمة لوغاديسو تندو من أدب هركة سميسا إن الله سميو نبي أمر فضربت وحال لغتاغي على سعد بالو تاغي الله لسي خيمة دانا في المسجد سألشك النبي عليه السلام قالت عاش وحيتر فجاء جبريل بايمت وإن على ثناياه جبريل دشي سبيتري يفولشي يوجهي سنة لنقع الغبار بورك آثار تسيبا كبوحدي فقال جبريل بايري قد وضعت السلاح نبيه ونمهوك ما اسكالكتين لا والله ما وضعت الملائكة ملائكة مين لقن السلاح بعد أنك ولي نبيه ونمهوك ما نعلقن أذن ميادنا ستهوك ما اسكالكتين أخرج إلى بني قريدة فقاتلهم ساسو جبريل نبيه نكو يري بني قريدة وحنو قال إيمك السميي أبحوا فقاتلهم قالت عاشوا حتر فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه وحوح دي لأمته درع دقاليت كيسي وأذن في الناس تذكين وحالو قسي بالرحيل إن لقورو أن يخرجوا صوبح ليري فمر وحون صومري على بني غنم نبيه ري بني غنم من صومري وهم جيران المسجد ري بني غنم قاسي مساجد كالنبي عليه السلام جار كيسي هاين حوله فقال نبي ريب بن غنمي وكيري من مر بكم وريا إذن صومري قالوا حيرا مر بنا دحية الكلبي بنا صومري وكان دحية الكلبي وحوها وكان دحية الكلبي تشبه لحيته وسنه ووجهه جبرائيل عليه السلام مركة جبريل بأس كسور دقى الدحية مركة جحية قد كيسي إلكيسي وجهي سبحيه وكان جبريل فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قبا بين قريدة سو قاري فحاصرهم 25 ليلة شن يلا باتنه من بقار كهي فلما اشتد حصرهم قل كو حصار كي كوات كاذي واشتد البلاء بلايذين اي كوات كاذي قيل لهم حال قيري انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي قوحي يذين كتل ييلا فاستشاروا وحيلت الشدين أبا لبابة ابن عبد المنذر صحابي قاس
oo iyagana gacan sar lahayn bay la tashadeen fa ashara ilayhim sahabigu wuxuu kula taliyay annahu dhab hada nabiga isu dhiibtan wadin gowrici qaal waxay leeyeen nanzilu ala hukm sa'd ibn mu'ad hada nabiga ku dageeyayna hukunkiisa sa'd ibn mu'ad ban ku dageeyna sahabigaas wuxuu saa u yiri qisad dheer bay lahayd laakin ilaahu wuu dhaafi munaafiq ma ahayn fa qala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam nabiga yiri inzilu ala hukm sa'd ibn mu'ad ila iyaga codsaday waxay leeyeen sa'd ibn mu'ad ban ku dageeyna hukunkiisa kaasan ku galeyna haye ku galabu yiri fa utiya bihi sa'dki ba la keenay ala himarin asagoo dameer saaran alayhi himarka dushiisa ay tahay ikafun waxa saarna maqdad oo kale yaa u saarnayd yar kooro oo kale ah maqdadas min lifin lif ka samaysan nooc yar kooro oo kale ah loo soo dul dhigay dameerkii marka waa lagu waday qad humila alayhi dameerkii ba la soo saaray sa'd wa haffa bihi qawmu tulki ba isku yani aktis kasoo buuxsamay oo isku soo meegaaray faqalu tulki ba waxay ku yiraahdeen sa'd ya aba am hulafauka rebani qoladani qurayda hulafauk wa bahwadaagaagi wa mawaliika wa nagargaariyadaadi wa ahlu nikaayati wa na dad dagaal kula soo galay wa man qad alimta dad badan oo garan ba ku jira yani un naxariiso xugun adag ku ridin qalat aisha waxay tiri wala yarji'u ilayhim shay'an tolka faraha badan ee la hadlay qof namuna la hadlin wala yaltafitu ilayhim mana una daymoon hatta idha dana min dunihim marku aad u soo dhawaaday iltafata ila qawmi hatta idha dana min durihim koku reebeen qoreeda ku soo dhawaaday iltafata ila qawmi sa'd ibn mu'ad wuxuu daymooday tolki faqala wuxuu yiri qad ana li waxa gaadhay alla ubaliya fillahi lawmata laimin mid carooda iyo mid canaanta canaanti ilaahi daraadii uguma aba yeelayo qaala wuxuu tiri qaala abu sa'id baa yiri falamma talaca markuu sa'd ibn mu'ad ku soo baxay nabiga jamaacadkiisii قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا الى سيدكم وفانزلوا صدا دعيه قال عمر وحيري سيدنا الله رسولك لا انك الهي من بسيدنا قال نحيري انزلوا ورصدا دعيه فانزلوه ولصدا دعيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحيري احكم فيهم حكم يهود بن قريظه وحي سمينا ويدك اركي قال سعد وحيري فإني أحكم فيهم وكان حكم كيسية طبعا فإني أحكم فيهم وحنكو حكمي أن تقتل إن لدلو مقاتلتهم ننكستو أو دقاليهن أها ودقان جاد أها وإن لدلو وتصبى ذراريهم أبد كوذي إيو دمر خوذن وإن لقاتو وتقسم أموالهم حوله وذن وإن لقيبي وكان حكم كيسات فقال النبي وحول اللهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله اياتك حكمتك ثم دعا سعد بمركة دعيستي فقال وحول اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا إلى أهيو نبيك إيا قريش دوحون دقال سقوهاري فأبقيني لها إله دقال كإيدا وإن كنت قطعت الحرب بينهم وبينهم فاقبضني إليك إلا إله قد حديء الدقال دمادي حديء الدقال هرين إله إدا قالت وحيتري فانفجر وحاقر حي كلمه ماشي وكدا وعمر حي وكان قد برئ وين بكستبه هيدا لكن ويقر حي حتى لا يرى منه يعني وي بكستبه النبر كان قرحي حتى لا يرى منه لجماء أركين إلا مثل الخرس وحير أو حلقة لأك درهم دي ميلا ديقال لأك باكسو هاد دي بي أهيد لكن كل كدو عيستي بماشي قراح دي ورجع إلى قبته وحكو النقض ماشي سيشرا عيسي التي ضربت عليه ماشي لورد التي ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي ونبيك أردسي أيكو النقض لكن ما حال دعي قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وحيتري فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم أيا سو حاضري جيرديسي وأبو بكر با سو حاضري وعمر با سو حاضري رضي الله تعالى عنهما قالت يعني مالكا
culimadu waxay sheegaan iyo taariikhduba nabiga calayhi salaam geeridiisii iyo abubakar iyo cumar kadib weli qof geeridiisu saxaabada ay u saamaysay sidii sacad ibn mucaad ay u saamaysay ma jirin. Walidaalika caaisha halkan maxay leedahay, fawalladii nafsu muxammadin biyadih, caaisha imika way dhaaranaysaa, innii la acrifu bukaa'a cumar min bukaa'i abibakri radia allahu tacaala canhu, waana dareemi kartaa cumar oo degaran haysaan waxa ka oohiyey. Weliba oohin caadi ah ma ah. Caaisha maxay leedahay, wa ana fii xujrati, qolkayga anoo jooga, ayaa xabaalaha baqiic oohintii ka dhacaysay cumar radia allahu tacaala canhu, waxaan kala garanayay bay tiri oohinta nabiga, oohinta cumar iyo oohinta abubakar radia allahu tacaala canha waan kala saarayay. Marka taa waxaad qiyaasi kartaa inta ay saxaabadu saamaysay geerida sacad ibnu mucaad radia allahu tacaala canhu. Bal geeridiisa nabigu wuu ogaaday inuu dhaawac yahay, laakiin inuu dhintay nabiga jibriil baa u soo sheegay, oo jibriil baa ku yiri intuu nabiga u yimid, waa ayaa ninka saxaabadaada ahaa ee maanta samada mashquuliyay, dadkii 70,000 oo saxaabi wax ka badan baa usoo dhadhaaday geeridiisii, 70,000 oo malakaa. Nacam, wa ana fii xujrati wa kanuu kama qaal wakanuu baytri caaisha, saxaabadu waxayan kamaa qaala allahu tacaala ruxamaau baynahum, qaala calqamatu faqultu waxaan ihi yaa umma fakayfa kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam yasnac, nabiga isagu muxuu samayn, qaala wata kaanat caynuhu laa tadmacu calaa axadin, cidna muuna ilmayn jirin, walaakinahu kaana idaa wajad, nabigu markuu cadhoodo ama uu murug ay ku timaado, fa innamaa huwa aakhidun bilixyatih, garkiisu qabanaya, wa hada alxadiidu isnaaduhu jayid وله شواهد من وجوه كثيرة كذا في البداية وأخرجه ابن سعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها مثله وقال الهيثمي حير ورواه أحمد وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات انتهى وقال الحافظ في الإصابة حديث صحيح صححه ابن حبان انتهى وأخرجه أيضا أبو النعيم بطوله كما في الكنز وقد زاد بعد هذا الحديث عدة حديث من طريق محمد بن عمر وهذا في فضائل سعد بن معاذ وعند ابن جرير في تهذيبه كما في كنز العمال عن عائشة رضي الله تعالى عنها محتري أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى وبكى أصحابه بأوي حين توفي سعد بن معاذ قالت حيتري وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد وجده قل كان نبي مركتي سحوق يا لتوفى إنما هو آخذ بلحيته كركي سوق بنهي قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وحتري وكنت أعرف بكاء أبي من بكاء عمر مالك سعد بن معاذ جريديسي وعند الطبراني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة سعد بن معاذ أيوك سنغضي ودموعه نبي عليه الصلاة الله وسلامه المديسون تحادروا وحي كد أيسي على لحيته أي كد أيسي markii horena ma ooyin bay tiri inkan waxay sheegaysaa inuu ooyo marka waxay sheegaysaa markii kolba si waxay ka aragtay bay markaa nabiga soo wariyay markii uu ooyin ma ka arag markii dib ooyin bay ka aragtay qala laythamu yuhayru wa sahla bu harizin da'ifun wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wallahu ta'ala a'lam.